أهلا بكم يا بكوات في الخبر أفندي. وقف عرض برنامج الدحيح على كبريت، حيث نشرت إيجي بلس عربي أن الخطط الإنتاجية لا تسمح في المرحلة الحالية الصعبة التي يمر بها العالم بالاستمرار في نشر برنامج الدحيح على كبريت. طب والمصادر؟ أنا تغيرت عشانك. أكد الدكتور محمد شرف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن نسبة الزيادة الجديدة في القطاع المنزلي ستكون 19.1% من بداية يوليو القادم. يا ترى ليه 1/10؟ عشان أفنن، عشان أرسم، عشان أخطط، مش لعبة عيال. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1385 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و35 حالة وفاة، وفي انتظار تقرير اليوم. وبهذا انتهى الخبر أفندي الخاص بهذا اليوم. اكتبوا لنا الأخبار الجديدة في التعليقات. مساكم سعيد.